ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. برحب بك يا فندم على شاشة أكسترا نيوز. حياة كريمة من أهم المبادرات الحيوية في قطاع الحماية الاجتماعية. النهاردة كان في حديث مهم للسيد الرئيس عن حياة كريمة، وعن أنه رغم كل الظروف المحيطة والصعبة العالم كله بيمر بيها، ولكن هناك إصرار من أجل استكمال مشروعات حياة كريمة، سواء من خلال طبعا تطوير البنية التحتية في الريف المصري أو من خلال بناء الإنسان المصري. شفت أهمية هذه المبادرة إزاي في ظل هذا التوقيت الصعب؟ طبعا مبادرة حياة كريمة تعتبر من المبادرات الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية كما تفضلت حضرتك. المبادرة يعني موجهة لخدمة أكثر من 58 مليون مواطن مصري، تشمل كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، خاصة في القرى والأرياف والمناطق التي تحتاج إلى مظلة حماية اجتماعية، إلى جانب طبعا المشروعات التي أقيمت على مدار السنوات الأخيرة وساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين. طبعا هناك مشروعات يعني شملت جميع أوجه الحياة، هناك فرص عمل، تدريب وتشغيل، هناك سلاسل غذائية للأسر الأكثر احتياجا، هناك مشروعات صحية ومشروعات تحتاجها القرى، وأيضا إنشاء يعني مشروعات لخدمة المواطنين في معظم الأماكن التي تحتاج إليها. مؤخرا انضمت إلى هذه المبادرة مبادرة تقديم اللحوم باسعار يعني تكاد تكون اسعار. احنا قلنا يا فندم الكيلو بكام؟ كيلو اللحمه بكام؟ حوالي 180 جنيه في هذه المبادره. طبعا ده فرق كبير جدا، يعني ده احنا بنتكلم عن حوالي اقل من سعره اللي موجود في السوق بنسبه 40 او 50% تقريبا، اكثر من 50%، لان هناك بعض السلاسل الغذائية توفر اللحوم بأسعار تقترب من 400 ل 450 جنيه، والأسعار المتوسطة تصل إلى حوالي 350-340 جنيه. فطبعا هذه الأسعار من خلال مبادرة حياة كريمة تقدم بأسعار لا يمكن منافستها على وجه الإطلاق، إلى جانب طبعا واستمعنا كمان للناس وللمواطنين وهم كانوا بيتكلموا عن الجودة كمان، يعني مش مجرد احنا خفضنا الأسعار ولكن احنا بنقدم لحوم ودواجن بجودة جيدة جدا للمواطن المصري. الحاجة الثانية يا فندم، لأنه طبعا هي لا هو تقديم هذه الخدمات من خلال وحدات ثابتة ووحدات متنقلة. يعني الوحدات المتنقلة هدفها الوصول إلى المواطن الذي لا يستطيع أن يصل إلى هذه المنافذ الثابتة، فهي التي تتحرك إليه. المنظومة معاكسة من حتى يصل المشروع إلى أكثر الفئات ويخدم الفئات الأكثر احتياجا والتي تحتاج بالفعل إلى مثل هذه المبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في القرى والمدن النائية التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات، ولا يقتصر دورها فقط على مراكز المحافظات أو المدن الكبرى، لكن من خلال هذا المشروع يتم يعني الاعتماد على منظومة متكاملة للشراء من خلال يعني بعيدا عن الوسطاء، لا يتم توفير هذه السلع وهذه المنتجات من سلاسل التوريد مباشرة، وهو الأمر الذي ينعكس على تخفيض أسعار السلع الملحوظ. هي بناء على توجيهات الرئيس أنه يتم تقديم هذه السلع بأسعار يعني تخدم المواطن، وهذا هو الهدف الأساس من هذه المبادرة الكبيرة، والتي بالفعل تقدم خدمات لكافة يعني فئات المواطنين، تخدم الجميع، وآخرها كانت المبادرة الرئاسية بتوفير اللحوم. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.